بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس العاشر. ويوم تشقق السماء والتنزيل، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في موضوعين. الموضوع الأول موضوع مجيء الرب سبحانه وتعالى، الموضوع الثاني إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهما صفتان من صفاته، فالمجيء والإتيان من صفات الأفعال التي يفعلها سبحانه إذا شاء، وأما الوجه فهو من صفات الذات. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل ينظرون إلا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلى آخر الآية. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يدخلوا سلم كافة، والمراد بالسلم الإسلام، أن يدخلوا في دين الإسلام كافة بأن يفعلوا كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى ويجتنبوا كل ما نهى الله عنه، لأن هذا هو الإسلام. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، ومعنى ذلك أن المسلم يأخذ الإسلام كله ولا يأخذ بعضه ويترك بعضه، يأخذ ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه، بل المسلم هو الذي يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق هواه، وهذا هو الاستسلام. الاستسلام هو الانقياد، فالذي يقبل كل ما جاء به الإسلام هذا مستسلم لله عز وجل، وأما الذي يأخذ شيئاً ويترك شيئاً فهذا لغير مستسلم لله، وإنما هو مستسلم لهواه، ومن كفر ببعض فهو كافر بالجميع. وذلك أن قوماً قالوا نأخذ من الإسلام ما يوافقنا ونترك ما لا رغباتنا، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني لا تكونوا مثل هؤلاء الذين يأخذون من الإسلام ما يوافق رغباتهم ويتركون ما عداه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بيّن سبحانه أن الذي يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه أنه متبع لخطوات الشيطان، فإن الشيطان هو الذي أمر بذلك، فيأمرهم أولاً بأن يأخذوا شيئاً ويتركوا شيئاً، ثم هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يأمرهم برفض الإسلام كله، فأخذ بعض الإسلام وترك بعضه هذه خطوة لترك الإسلام كله، وهي من خطوات الشيطان. الشيطان لعنه الله يتدرج في بني آدم، ينقلهم من ضلال إلى ضلال، يبدأ بهم شيئاً فشيئاً، لا يقول لهم اتركوا الإسلام نهائياً، إذا رأى منهم رغبة في الإسلام لا يقول لهم اتركوه، ولكن يقول لهم خذوا بعضه واتركوا بعضه، خذوا ما تهواه أنفسكم ويتوافق مع رغباتكم واتركوا ما لا يتوافق مع رغباتكم، ثم ينقلهم بعد ذلك إلى تركه كله. هذه خطوات الشيطان، والشيطان عدو مبين للإنسان، لا يريد له الخير أبداً، يريد أن يخرجه من الإسلام إما دفعة واحدة وإما بالتدريج،
فإن رأى من الإنسان رغبة عن الإسلام وبغضا للإسلام صرفه عنه دفعة واحدة، وإن رأى منه محبة للإسلام ورغبة فيه فإنه يأتيه من ناحية التدرج شيئا فشيئا، وهذه خطوات الشيطان. فكيف الإنسان يتبع الشيطان وهو له عدو مبين؟ كيف الإنسان يتبع عدوه؟ هل يؤمل في عدوه أنه يريد له الخير؟ أبدا، العدو لا يريد لك الخير أبدا، وإن أمرك بشيء من الخير فإن من ورائه حيلا ومقاصد، وإلا فهو لا يريد بالإنسان الخير أبدا. إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة، بين العداوة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بعد أن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان وبين لهم الحق، فمن زل بعد ذلك بعد البيان فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه، لأنه قامت عليه الحجة واستنارت له الحجة، فإذا ترك الحق بعد ذلك فإن الله عزيز حكيم. هذا وعيد، عزيز يعني قوي، ينتقم ممن ترك الحق بعد معرفته، حكيم يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، لا يعاقب من لم تقم عليه الحجة، وإنما يعاقب من قامت عليه الحجة واستنارت له الطريق. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا لهم، ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا لهم وعيدا آخر: هل ينظرون، أي هؤلاء الذين رفضوا قبول الإسلام والدخول فيه كله، هل ينظرون واتبعوا خطوات الشيطان الذي هو عدوهم فأعرضوا عن طاعة ربهم الذي يريد لهم الخير، واتبعوا طريقة الشيطان الذي يريد لهم الشر وهو عدو مبين لهم؟ ما ينظرون، ما ينتظرون، هل معناها ما؟ استفهام إنكار، هل استفهام إنكار معناها ما؟ ما ينظرون أي ينتظرون، هذا وعيد لهم بالعقوبة، ومتى هذه العقوبة؟ هذه في يوم القيامة. وينظرون معناها ينتظرون، العلماء يقولون النظر إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، مثل قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظروننا، أي توقفوا وانتظرونا. يقول المنافقون يوم القيامة إذا انطفأ نورهم يقولون للمؤمنين: انظرونا، أي انتظروا، لا تسرعوا وتذهبوا عنا، انظرونا نقتبس من نوركم. هذا إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. أما إذا عدي بإلى، إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى معاينة بالبصر. فإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، إلى ربها ناظرة. أما إذا عدي النظر بفي فمعناه التفكر والاعتبار، قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت يعني يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. إذن فالنظر على ثلاثة أقسام: إن عدي بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وإن عدي بفي فمعناه المعاينة بالأبصار، إلى ربها ناظرة. أما إذا عدي النظر بفي فمعناه التفكر والاعتبار، قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت يعني يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. إذن فالنظر على ثلاثة أقسام: إن عدي بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس،
وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، ينظر في ملكوت السماوات والأرض. هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يأتيهم الله معناه أن الله يجيء بنفسه سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة، يجيء بنفسه مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمجيء المخلوق، وإنما هو مجيء يليق بعظمته سبحانه وبجلاله كسائر صفاته. فهو مجيء حقيقي، لأن الله أخبر به عن نفسه أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظلة، وهي ما أظلك من فوقك، والغمام معناه السحاب الرقيق الأبيض. الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام كما يشاء سبحانه وتعالى. والملائكة أي وتأتي الملائكة في هذا اليوم، تنزل من السماء إلى الأرض وتحيط بالخلائق، تحيط بالأرض من جميع جوانبها. ملائكة السماوات السبع ينزلون يوم القيامة قبل مجيء الله سبحانه وتعالى، ويحيطون بالخلائق من جميع الجهات، ويكونون صفوفا، كل أهل السماء يكونون صفا محيطا بأهل الأرض، ثم من ورائهم أهل السماء الأخرى، وهكذا كل سماء يكونون صفا واحدا كما يأتي في سورة الفجر. والملك صفا صفا، يكونون صفوفا تحيط بالخلائق بالجن والإنس يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، تحيط بهم الملائكة. والملائكة وقضي الأمر، انتهى أمر هلاكهم، قضي الأمر يعني انتهى أمر هلاكهم وحق بهم العذاب. حينئذ لا تنفعهم التوبة ولا ينفعهم الندم، لأن الله تقدم إليهم في الدنيا وأمرهم بطاعته والدخول في الإسلام والحذر من عدوهم الشيطان، فلم يمتثلوا، فحينئذ يحق عليهم العذاب إذا جاء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده ولا تقبل منهم التوبة والمعذرة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، انتهى وقت الاعتذار وانتهى وقت التوبة، ولم يبقى إلا الجزاء. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى يذكر به عباده ليستعدوا، وأنه سبحانه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم على أعمالهم. فهو يذكر بهذا اليوم العظيم الذي فيه مجيئه سبحانه وتعالى ومجيء ملائكته ومحاسبة خلقه وجزاؤهم على أعمالهم. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى، وهو من صفات أفعاله، فهو يجيء مجيئا حقيقيا كما أثبت ذلك لنفسه سبحانه وتعالى، وليس هو كمجيء المخلوق للمخلوق، وإنما هو مجيء الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، ترد الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، تنتهي إليه، ويحكم فيها سبحانه وتعالى بالعدل، ويجزي كل عامل بعمله. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون مثل التي في سورة البقرة، استفهام إنكار معناه النفي، أي ما ينتظرون، وينظرون معناها ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ذكر هنا ثلاث مجيئات: مجيء الملائكة، مجيء ربك، مجيء بعض آيات ربك. كلها ستحصل وتقع، وكلها مروعة، وكلها عندها ينتهي قبول العذر والتوبة، كلها ينتهي عندها قبول العذر والتوبة. فلا نجاة لأحد
من هذه الأمور ومواجهتها، لا نجاة لأحد من مواجهة هذه الأمور. أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، المراد بهم ملائكة الموت. ملائكة الموت تنزل لقبض أرواح بني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والمراد برسل توفته رسلنا المراد بهم الملائكة، ملائكة الموت، لأن الموت له ملائكة تنزل وتخرج النفس والروح من بدن المحتضر، تسوقها من عروقه ومن جسمه حتى تنتهي إلى الغرغرة، كلا إذا بلغت تراقي، تنتهي إلى التراقي، تجتمع عند ذلك يأخذها ملك الموت، وليتوفاكم ملك الموت. فالملائكة هذه تساعده وتجمعها وتسوقها من بدن المحتضر حتى تنتهي إلى آخر مرحلة، عند ذلك يأخذها ملك الموت، رئيس ملائكة الموت. وفي هذه الحالة لا تقبل التوبة، في هذه الحالة لا تقبل التوبة. إذا وصلت الروح إلى الغرغرة وحضرت الملائكة لقبض الروح وعاين المحتضر، عاين الملائكة، شافهم، رآهم معاينة، أراد أن يتوب، لا تقبل توبته، لأن وقت العمل انتهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة. إذا بلغت الحلقوم، بلغت التراقية، حينئذ لو أراد أن يتوب ما تقبل توبته، لأن وقتها قد انتهى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تقبل له توبة، كل شيء له أجل، له منتهى. فهذه حالة لا تقبل فيها التوبة إذا جاءت الملائكة، يعني ملائكة الموت. أو يأتي ربك، وهذا في يوم القيامة، هذا في يوم القيامة لفصل القضاء كما سبق في سورة البقرة، فصل القضاء بين عباده. وهذا أيضا موقف لا يقبل فيه الاعتذار ولا يقبل فيه توبة التائب، لأن دار الآخرة ليست دار عمل، وإنما هي دار جزاء. ووقت التوبة في الدنيا، ما في الآخرة ليس فيها عمل ولا توبة ولا شيء، إنما فيها جزاء. أو يأتي بعض آيات ربك، هذا مجيء ثالث، أو يأتي بعض آيات ربك. وفي هذه الحالة أيضا إذا جاءت بعض آيات ربك لا تقبل التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وما المراد ببعض آيات ربك؟ المراد به خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، في آخر الزمان تطلع الشمس من المغرب، من جهة المغرب، عكس ما كانت عليه قبل ذلك، وأنها تطلع من المشرق وتجري إلى المغرب. في آخر الدنيا، في آخر الزمان قبل قيام الساعة، تخرج من المغرب، وهذه إحدى علامات الساعة الكبار، لأن الساعة لها علامات وأشراط. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد جاء أشراطها. قد جاء أشراطها يعني علاماتها، وعلامات الساعة كثيرة، منها علامات وقعت وانتهت، ومنها علامات تقع بعدها، ومنها علامات كبار تكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، وأعظمها خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، ظهور الدابة التي تكلم الناس وتسم الناس، وظهور المسيح الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال، خروج يأجوج ومأجوج، كل هذه علامات كبار، علامات كبار، ومن أعظمها طلوع الشمس من مغربها. أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك، وهو طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان. عند ذلك إذا رآها الناس آمنوا كلهم، إذا رأى الناس طلوع الشمس من مغربها آمنوا كلهم، لكن لا يقبل إيمانهم ولا تقبل توبتهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، أما التي آمنت من قبل فإنها ينفعها إيمانها وتوبتها وعملها الصالح، أما من كان كافرا قبل ذلك فإنه إذا آمن
عند هذا الحدث فإنه لا يقبل منه إيمان ويكون على الكفر، يختم له بالكفر والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني وكسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك، آمنت وعملت قبل طلوع الشمس من مغربها. الشاهد من الآية أن فيها إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى، وهو إتيان حقيقي لأن الله عدده ونوعه إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. ولا شك أن إتيان الملائكة حقيقي، ولا شك أن إتيان بعض آيات ربك أمر حقيقي، فكذلك إتيان الله جل وعلا يكون أمرا حقيقيا ليس مجازيا كما يدعيه المبطلون. فكيف يكون مجيء الملائكة حقيقيا عندهم، مجيء بعض آيات ربك حقيقيا عندهم، ولا يكون مجيء الرب حقيقيا؟ هذا من الباطل. ففيها إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى، وأنه يأتي لفصل القضاء بين عباده إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما قوله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد خر عليهم السقف من فوقهم، وقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فهذا إتيان مقيد ليس إتيانا مطلقا. وفرق بين الإتيان المقيد والإتيان المطلق. الإتيان المقيد يراد به إتيان عذابه سبحانه وتعالى، أما الإتيان المطلق فيراد به إتيانه هو حقيقة، إتيانه بنفسه سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء الله بالخير، لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا إتيان مقيد ليس معناه إتيان الله بنفسه، وإنما هو إتيان رحمته أو إتيان عذابه. وكذلك قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وهذا خاص باليهود، أتاهم الله بجنوده من المسلمين ومن الملائكة حتى خرجوا من ديارهم هاربين، فمعناه أتاهم عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه إتيان خاص باليهود في حالة خاصة وليس إتيانا عاما لجميع الخلق. ففرق بين هذا وهذا، فالإتيان إذا أطلق ونسب إلى الله جل وعلا فإنه إتيان حقيقي، أنه يأتي بذاته سبحانه وتعالى. أما إذا قيد فإنه يتقيد بما قيد به، ولكل مقام حكم خاص يتناسب معه. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا أيضا مثل ما ذكر في الآيتين السابقتين. كلا هذه يقولون إنها كلمة ردع وزجر، حرف ردع وزجر، لأنه ذكر سبحانه وتعالى قبلها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما، وهذه أمور مذمومة أنكرها الله عليهم وهددهم بقوله كلا، فهي كلمة ردع أو حرف ردع وزجر عن هذه الأمور، وذكرهم بالحدث العظيم، ذكرهم بالحدث العظيم الذي سيلاقونه إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ذكرهم بهذا الحدث الهائل الذي سيلاقونه، وهو أولا أن الله سبحانه وتعالى يزلزل الأرض عند قيام الساعة، يزلزل الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فمعنى دكت الأرض يعني زلزلت وحركت وانهدم ما على ظهرها من البناء ومن الجبال وطارت وصارت هباء منبثا، وصارت الأرض مستوية ليس فيها جبال ولا مبان ولا مرتفعات ولا منخفضات، وإنما تكون قاعا صفصفة لا ترى فيها
عوجا ولا أمتا، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال تكون في ذلك اليوم هباء، يعني غبار يطير في الجو، بعد أن كانت صلبة راسية من شدة الهول ومن شدة رجفة الأرض. رجفة الأرض أزالت الجبال، فالهول عظيم. لماذا لا تتذكرون وتتعظون من هذا الهول الذي ينتظركم؟ إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني دكا بعد دك، والدك عرفناه معناه الزلزلة والتحريك، حتى يستوي ظهرها ويذهب ما فيه من الجبال وغيرها من المرتفعات والمنخفضات بشدة الهول. وجاء ربك، هذا الشيء الثاني الذي يحدث، وهو مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. والملك يعني الملائكة، فالملك اسم جنس يراد به الملائكة، مثل ما قالت جل وعلا في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تأتي الملائكة لتحيط بالناس من جميع جوانبهم، والملك صفا صفا، أهل كل سماء يصفون محيطين بأهل الأرض من جميع الجوانب صفا بعد صف، أهل كل سماء يكونون صفا واحدا محيطا بأهل الأرض. فالشاهد من الآية أن فيها إثبات المجيء إلى الله جل وعلا، وأنه مجيء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما من ألحد في آيات الله وقال المراد بالإتيان والمجيء مجيء أمره أو مجيء عذابه، فهذا إلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى، وحمل الآيات على المجاز كما يقول، هذا كلام باطل لا دليل عليه. ما الدليل على أن المراد إتيان ملائكته؟ ثم أيضا الله ذكر الملائكة، ذكر مجيء الملائكة، فمعنى هذا إذا كان مجيئه هو مجيء الملائكة فيكون هذا من التكرار بلا فائدة، يكون من التكرار بلا فائدة، ومما يصان عنه كلام الله سبحانه وتعالى إذا كان المقصود مجيء الملائكة. فلماذا قال وجاء ربك والملك؟ إذن يكون تكرار ينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. وكما أنكم تقولون إن مجيء الملائكة حقيقي، فلماذا لا يكون مجيء الله حقيقيا؟ ثم ما هو الدليل على هذا التفسير؟ ما هو الدليل على صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لا يصار إلى صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما صرفه من أجل المذهب وحمل كلام الله وكلام رسوله على مذهبكم، هذا كلام باطل ينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو من الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يسلم وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه من المجيء والإتيان، ويكل كيفية ذلك إلى الله عز وجل. هذا هو الذي يليق بالمؤمن المنقاد لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها إثبات الإتيان لله والمجيء، ومعناهما واحد، وأن الله يأتي ويجي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نثبت هذا ونؤمن به كما أثبته لنفسه، ولكن لا نتعرض لكيفيته كما لا نتعرض لكيفية سائر صفاته سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث المتواتر أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فنثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أثبت ذلك له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يلحدون في آيات الله إنهم يقولون إنما ينزل أمره ورحمته في آخر الليل، سبحان الله، أمره يتكلم ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل أمر الله يتكلم بهذا الكلام؟ أو أن رحمته تتكلم بهذا الكلام؟ أو أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام الله. فمما يدل على أن المراد النزول الحقيقي أنه يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا صريح في أنه كلام الله جل وعلا، هو الذي يقول هذا.
ولا يقوله أمره ولا رحمته كما يقولون. هل واجب أن نسلم للنصوص ولا نتعسف من أجل أن نخضعها لأفكارنا ومذاهبنا؟ بل يجب أن نسلم للنصوص، هذا هو سبيل المؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء يعني تتفطر يوم القيامة، بالغمام يعني يخرج منها الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض، وهذا لمجيء الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ونزل الملائكة تنزيلا، هذا مثل قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أن الملائكة تأتي أيضا لتحيط بالخلائق من جميع الجهات. وحينئذ لا يقبل منهم التوبة والاستغفار والرجوع عن الكفر والمعاصي، فهو تذكير من الله جل وعلا لهم ليتوبوا قبل ذلك، قبل حلول هذا اليوم. فالآية مثل الآيات السابقة تماما، فيها إثبات مجيء الله جل وعلا في ظلل من الغمام، وفيها إثبات مجيء الملائكة وتنزلهم إلى الأرض ليصفوا من وراء الخلق محيطين بهم صفا بعد صف، كلها تثبت إتيان الله لفصل القضاء بين عباده ومجيئه لفصل القضاء بين عباده إتيانا ومجيئا يليقان بجلال الله وعظمته. لا نتدخل بهذا بآرائنا وأهوائنا، وإنما نسلم لله ولرسوله ونؤمن بذلك ونثبته كما أثبته الله ورسوله، من غير تدخل في معناه وصرف لمدلوله وتأويل لمقتضاه بالآراء الفاسدة وتأويلات الباطلة. قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. في هاتين الآيتين إثبات الوجه لله جل وعلا، وهو صفة من صفاته الذاتية. الله جل وعلا أثبت أن له وجها، وأثبت أن له يدين كما يأتي، وهذه صفات ذاتية تثبت لله جل وعلا، مع الفارق بينها وبين صفات المخلوقين. فالله له وجه والمخلوق له وجه، ولكن وجه الله جل وعلا يليق به ووجه المخلوق يليق به. الله له يدان والمخلوق له يدان، ولكن يد الله جل وعلا تليق به وبعظمته، ويد المخلوق تليق به وبعظمته. الله له عينان كما يأتي، والمخلوق له عينان، والله جل وعلا له عيناه تختصان به لا يعلم كيفيتهما إلا هو، والمخلوق له عينان تليقان به. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في كل ذلك. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما ذكر الله فناء الخلق: كل من عليها فان، كل من عليها يعني على الأرض على البسيطة، وإن لم تذكر لكنها معلومة، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، على إيش؟ على الأرض، ما ترك عليها من دابة، لأنه معلوم أن الدواب على الأرض. فالسياق يدل على أن المراد بها الأرض. كل من عليها يعني على الأرض فان يعني هالك بالموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله جل وعلا يبقى أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فحياته جل وعلا دائمة وكاملة، لا يعتريها نوم ولا يعتريها موت ولا يعتريها تغير، وإنما العوارض تكون من عوارض حياة المخلوق. فالله جل وعلا حي لا يموت، وأما الخلق فإنهم يموتون. كل من عليها يعني على الأرض، فان يعني ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ويبقى وجه ربك يعني لا يموت سبحانه وتعالى، وخص الوجه لشرفه، خص الوجه لشرفه. ثم قال: ذو الجلال. ذو الجلال هذا وصف للوجه، وصف للوجه، وصف وجهه سبحانه بأنه ذو الجلال والإكرام، فدل هذا على أن الوجه حقيقي وليس مجازيا كما يقوله المؤولة، لأن الله أضافه لنفسه، قال: وجه ربك، إضافة، ووصفه بالجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فدل على أنه
وجه حقيقي. ويقولون المضاف إلى الله على قسمين: القسم الأول إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله وناقة الله، هذه إضافة مخلوق، لأن البيت مخلوق والناقة مخلوقة، فإضافتهما إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، تقتضي التشريف والتكريم. فإضافة البيت إلى الله تقتضي تشريف البيت وتكريمه، وإضافة الناقة، ناقة صالح التي جعلها الله معجزة له، إضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم. فهذه الناقة لها شرف ولها كرامة لأنها معجزة لنبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني إضافة صفة إلى موصوفها، كعلم الله وقدرة الله ويد الله ووجه الله، هذه إضافة صفة إلى موصوفها، ليست مخلوقة وإنما هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجهه، قال: أعوذ بنور وجهك أن تظلني، لا إله إلا أنت. استعاذ بوجه الله عز وجل: أعوذ بوجهك، بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله هذا دليل على أن وجه الله صفة من صفاته غير مخلوق. وأما من قال إن وجه الله المراد به ذات الله ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك، هذا كلام باطل لا تدل عليه لغة أمة من الأمم كما يقول الإمام ابن القيم. فالشيء لا يسمى وجها، الشيء لا يسمى وجها، الذات كلها لا تسمى وجها، وإنما يسمى وجه الشيء أول الشيء، أول الشيء يسمى وجها لأنه هو الذي يواجه، تحصل به المواجهة. فأول كل شيء وجهه، مثل وجه النهار يعني أول النهار، وجه الثوب يعني ما أقبل من الثوب، وجه الجدار، وجه الجبل، فهذه أول شيء يسمى وجها في اللغة، وهو بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الزمان فهو زمان كوجه النهار، وإن أضيف إلى الجدار فهو جدار كوجه الجدار، وإن أضيف إلى الجبل فهو جبل كوجه الجبل، وإن أضيف إلى الحيوان فهو حيوان كوجه الناقة ووجه الدابة، وإن أضيف إلى الله جل وعلا فهو صفة من صفاته اللائقة بجلاله، حق على حقيقته، لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. فالوجه بحسب ما يضاف إليه، إن أضيف إلى الله فهو صفة من صفاته لا نعلم كيفيتها، وإن أضيف إلى المخلوق من آدمي فهو بعض منه، وإن أضيف إلى جماد فهو جماد، وإن أضيف إلى زمان فهو زمان، إن أضيف إلى بحر فهو بحر، وجه البحر إلى غير ذلك، وجه الثوب، فوجه كل شيء أوله وهو بحسب ما يضاف إليه. وعلى كل حال فالمقصود أن الآية فيها إثبات الوجه لله جل وعلا وهو حق على حقيقته. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، مثل ويبقى وجه ربه، كل شيء هالك يعني ميت، إلا وجهه مثل قوله ويبقى وجه ربك يعني لا يأتي عليه موت سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال ذكره أهل العلم في هذا الموضع، هو أن هناك أشياء لا تفنى، أشياء وجدت وخلقت وهي لا تفنى، مثل الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، مثل العرش، الكرسي، اللوح، القلم، عجب الذنب من ابن آدم، عجب الذنب حبة صغيرة في عصعص الإنسان، هذه لا تفنى أبدا، يركب منها خلق الإنسان يوم القيامة، كأنها والله أعلم مثل البذر للنبات، عجب الذنب لا يفنى، ومنه يركب خلق الإنسان. أما جسم الإنسان فإنه يفنى، الروح، الروح لا تفنى. فما معنى قوله كل شيء هالك؟ تدخل فيها هذه الأشياء يعني تهلك؟ لا، قالوا هذه مستثنات،
هذه الأشياء السبعة مستثنات. فالمعنى كل شيء كتب الله عليه الفناء، كل شيء كتب الله عليه الفناء الهلاك فإنه هالك، كل شيء هالك يعني مما كتب الله عليه الفناء، أي يستثنى من ذلك ما لم يكتب عليه الفناء فهو يبقى. كل من عليها فان يعني إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء. فهذا مخصص بالدليل، هذه خلقها الله وأوجدها بعد أن لم تكن وكتب لها البقاء، فهي تستمر ولا تموت ولا تفنى بعد ذلك، لأن الله خلقها للبقاء فهي تبقى. فتستثنى من قوله كل من عليها فان، ومن قوله كل شيء هالك إلا وجهه، لأنها خصتها الأدلة. والفرق بين بقائها وبقاء الله سبحانه وتعالى واضح، أن الله سبحانه وتعالى ليس له بداية ولا نهاية، وأما هذه فلها بداية، خلقت بعد أن لم تكن، أيضا هي لم تبق بنفسها، وإنما الله هو الذي أبقاها، فيكتسبت صفة البقاء من الله جل وعلا هو الذي أبقاها. أما الله سبحانه وتعالى فإنه باق لذاته، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، ففرق بين بقى هذه الأشياء وبقاء الله سبحانه وتعالى. هذه مخلوقة خلقها الله بعد أن لم تكن ومنحها، منحها البقاء، ولولا ذلك لفنيت، لولا أن الله منحها البقاء لفنيت وتلاشت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن النظر على ثلاثة أقسام، فأرجو أن تعيدوها مع الأدلة، وما اسم ملك الموت، وهل هو ملك واحد؟ أنا ذكرت هذا كله في الكلام، النظر على ثلاثة أقسام، إذا عدي بنفسه فمعناه البقاء والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، هذا الدليل. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة، هذه بالضاد ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة، هذه بالضاء من النظر، لأن عدي بإلى. وأما إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، مثل قوله أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكر. وهذا الكلام موجود في شرح الطحاوية، راجعوا شرح الطحاوية تجدونه فيه. أما ملك الموت فلا نعرف اسمه، وقال إنه عزرائيل، الله أعلم، لم يثبت اسمه، إنما الذي في القرآن ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أنت عاد اشتبي باسمه سيأتيك ولو ما عرفت اسمه. نعم. والملائكة الذين معه أعوان، معه أعوان توفته رسلنا، يعني ملائكة الموت يساعدونه. نعم، وهو رئيسهم. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم إن عند طلوع الشمس من المغرب كل الناس يؤمنون، فكيف نجمع بين هذا القول المغرب كل الناس يؤمنون، فكيف نجمع بين هذا القول وما ذكر في الحديث أن الساعة تقوم على شرار الناس؟ إيه نعم، لأنهم لا يقبل منهم إيمانهم فيستمرون كفارا، لا يقبل منهم إيمانهم فيستمرون كفارا وتقوم عليهم الساعة، إذا لم يقبل منهم إيمانهم بقوا على الكفر. نعم، لا منافاة. نعم. فضيلة الشيخ، هل المقصود بالعلامات الصغرى أن تحدث جميعها أم البعض؟ يقولون علامات الساعة على ثلاثة أقسام، علامات مضت وانتهت مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الساعة، مثل ما حصل في وقت الصحابة من الآيات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من ظهور الفرق الضالة، ومثل ما حصل من الاختلاف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عصر الخلفاء الراشدين، ما حصل من القتال والفتن، هذا من علامات الساعة، ظهور الخوارج، ظهور الفرق الضالة، هذا من علامات الساعة، هذا شيء حصل وانتهى. ظهور النار التي حصلت في الحرة حول المدينة، هذا حصل وانتهى. وهناك علامات متوسطة بين العلامات الأولى والعلامات الكبار، مثل فسو الربا في آخر الزمان، رفع الأصوات في المساجد، المباهات في زخرفة المساجد، كثرة القرى وقلة الفقهاء، كل هذا من علامات الساعة المتوسطة.
كثرة المال وفيضان المال بأيدي الناس هذا من علامات الساعة أيضا، ظهور المراكب الحديثة والمخترعات، تقارب الزمان وتقارب المكان الآن، هذا من علامات الساعة أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلامات الكبار فهي كما ذكروا، وهو طلوع الشمس من مغربها، خروج الإمام المهدي، نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، قتله للدجال، خروج الدابة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، خروج يأجوج ومأجوج وفسادهم في الأرض، كل هذا من علامات الساعة الكبار. نعم. فضيلة الشيخ، روي عن بعض السلف أنه قال إن نزع الروح أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريب، هل يستوي في ذلك الكافر والعاصي والمؤمن؟ سكرات الموت وشدته تحصل للكافر ولغيره وللمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قاس من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وقال إن للموت لسكرات، قاس. وكان صلى الله عليه وسلم في سياق الموت يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وينضح وجهه بالماء ويقول إن للموت سكرات، فهذه يقاسي منها المحتضر. ولكن استخراج الروح من جسده هذه يختلف فيها الكافر عن المؤمن، المؤمن تخرج روحه بسهولة وتدعى بلطف، أما روح الكافر والعياذ بالله فإنها تنزع بشدة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قال والنازعات غرقا هذا نزع الكافر، والناشطات نشطا هذا نزع روح المؤمن بسرعة وخفة، تخرج من فيه كالقطرة من فم السقاء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فنزع الروح يختلف فيه الكافر عن المؤمن. أما مقاسات سكرات الموت فهذه يشترك فيها كل الخلق. نعم. فضيلة الشيخ، إن قال لنا الأشاعرة إنكم قلتم لنا في آيات الاستواء أنها لو كانت بمعنى الاستيلاء لأتت في موضع واحد ليحمل العام على الخاص، ومنه قول ابن القيم رحمه الله في آيات الاستواء وكذلك ارتبط بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في القرآن لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو الإمكان فما تقولون في آيات المجيد فقد أتت في سورة النحل قوله تعالى فقد أتى في سورة النحل قوله تعالى قوله تعالى أو يأتي أمر ربك، فنحمل المطلق على المقيد فنقول جاء ربك أي جاء أمر ربك، فما نقول لهم؟ نقول لهم لا نتصرف في كلام الله، فالآيات التي قيد الله فيها نقيد، والآيات التي أطلق الله فيها نطلق، هذا ما يكون في العقيدة، يحمل المطلق على المقيد، لا، أمر العقيدة توقيفي لا نتدخل فيه، فما أضافه لنفسه مطلقا فإننا نثبته. وأما قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، هذه ليس فيها ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى، وإنما فيها ذكر مجيء الملائكة أو مجيء أمر الله، وكلاهما حق، أمر الله قد يأتي، أتى أمر الله في مطلع السورة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله يأتي وأمره يأتي والملائكة تأتي، كل ذلك حق على حقيقته. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم في الشرح المقروح أن تفسير يوم تشقق السماء أنه هو النور العظيم الذي يظهر الأبصار، نأمل الشرح وهل هذا يختلف عن الغمام المذكور في سورة البقرة؟ هو الغمام، هو النور، يقولون أن الغمام هو النور، النور يكون فيه، الغمام يكون فيه نور، يكون فيه نور، فلا منافاة بين النور والغمام، هما شيء واحد. نعم. فضيلة الشيخ، هل المقصود من حرف الجر في الذي ورد في قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، هل المقصود به الظرفية أم المصاحبة؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك تعارض بين أن نقول إن ذي الجلال والإكرام صفة لوجه الله تعالى، وبين أن نقول
إن ذا الجلال والإكرام صفة للرب، صفة للرب عز وجل. لم يأتي هذا بالقراءة، إنما جاء ذو بالرفع، وهو صفة للوجه، ولو كان صفة للرب لجاء بالجر كما جاء في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي الجلال والإكرام صفة للرب، لربك. أما ذو الجلال والإكرام فهو صفة ويبقى وجهه صفة لوجه، وهذا مما استدلوا به على أن الوجه حقيقي، لأن الله وصفه بالجلال والإكرام. الجلال أي العظمة، والإكرام الذي يكرم عباده سبحانه، أو الذي يستحق الإكرام والثناء والحمد والشكر، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول بعض الشراح أن الله سبحانه وتعالى يجيء ويأتي وينزل وهو فوق عرشه؟ لا نتعرض للكيفية، نحن نثبت أن الله فوق عرشه وأنه في العلو، ونثبت أنه يأتي ويجي كما أثبت ذلك لنفسه، أما الكيفية الله أعلم بها. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأشخاص الذين يحضرون الدرس يحضرون معهم أطفالهم الصغار، وذلك يسبب إزعاجا أثناء الدرس من لعب داخل المسجد أو بكاء الطفل أثناء الصلاة، فالرجاء نصحهم. الذي يأتي بأطفال صغار يحفظهم عن العبث في المسجد، وأيضا لا يتركهم يشوشون على المصلين. نعم. فضيلة الشيخ، لو سأل سائل لماذا صرفتم اللفظ عن ظاهره في قوله تعالى: وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فقلتم إنه إتيان مقيد، وما الدليل على ذلك؟ إتيان مقيد بطائفة معينة وهم اليهود، ما هم مجيء عام، إلا أن يأتيهم الله هذا عام، وأما فأتاهم الله من حيث، هذا المراد به اليهود خاصة، وله كل اليهود أيضا، إنما هم بنو النظير، إنما هم بنو النظير خاصة، فمعناه أن الله أتاهم بعذابه وجنوده، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهذا مجيء خاص، إتيان خاص بطائفة مخصوصة. نعم، فهو مقيد. نعم، وفرق بين الإتيان المطلق والإتيان المقيد، والذي لا يفرق هذا معناه أنه ما يعرف. نعم، ما يعرف الفرق بين المطلق والمقيد، معناه أنه ما يعرف، يتعلم أولا. نعم. فضيلة الشيخ، ما أفضل شروح الواسطية للطالب المتوسط؟ شروح كثيرة، هو الطالب يختار ما يراه أحسن له، يختار منها ما يراه أحسن له وأفود له، كلها إن شاء الله مفيدة، كلها مفيدة، والطالب يختار اللي يشوفه أنه يفهمه أكثر ويسهل عليه أكثر. الناس يختلفون، أفهامهم تختلف ومداركهم. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم إن الآية في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، ليس المقصود هو الذات بل الوجه، فقد يقول القائل أو يقول الخاطب أنها لو لم يقصد بها الذات لشمي الفناء صفات أخرى لله مثل اليد والرجل وغير ذلك، وضح لنا. هذا لا يجوز أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى، الله باق بصفاته سبحانه وتعالى، ولكنه نص على الوجه وخصه هنا، ونحن نتكلم عن الوجه. أما بقية الصفات فلا شك أنها باقية، لأن الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا يخطر هذا ببال أحد إلا أبله أو مضلل، إما أبله ما يفهم، وإلا مضلل يريد أن يضلل الناس. نعم. ما حد يقول إنه ما يبقى إلا وجه الله، أما بقية ذاته فتفنى، تعالى الله عن ذلك، من يقول هذا؟ هذا ما أظن يقوله ولا الجهل بن صفوان. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن هناك أشياء استثنيت من قوله تعالى: كل من عليها فان، ومن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، تحبذا لو تعيدونها، وذكر الدليل الذي استثنيت به. هذه موجودة في شروح العقيدة، راجعوها وتجدونها في شروح العقيدة الواسطية، كلها مذكورة فيها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.